هو انه لا لاجباريه جواز التلقيح، انا تنقول لا لجواز التلقيح، لا لا لجواز التلقيح كوثيقه تحذف هذه الوثيقه، لا لاجباريه التلقيح. يبقى ديما الاختيار ديال التلقيح كاختيار فردي، لو ليبر شوا بالنسبه للبالغين، اللي بغى يتلقح مرحبا واللي تبقى حريه ديالو. ونحن ضد التلقيح بالنسبه للقاصرين، حنا تنعتبروه انه مرض كورونا، مرض الجواب ديالو اولا وقبل كل شيء هو الجواب ديالو بالدواء وبالتشخيص المبكر، والدواء عنده فعاليه، والمرض ليس وباء فتاك كما كنا تنسمعوا، هذه الكلمه الرهيبه اللي كنا تنسمعوها مده سنه ونصف. الوليدات ديالنا عشنا معاهم مده سنه ونصف وما شفناهم الحمد لله ما تيمرضوا بشكل بشع، ولا انهم تيمشيو للمستشفيات وما شفنا شيء الحمد لله الوفيات. فلهذا هذه الطريقه، هذه الشحنه هذه على الاطفال ديالنا باش يتلقحوا بجرعه وجرعتين وجرعه ثلاث، من الناحيه العلميه لا شيء يبرر هذا الشيء، لا شيء يبرر. وكاين عواقب اللي وخيمه صراحه، ولا تتحدث كنا تسمعوا بلدان اخرى، ولا تتحدث في البلدان ديالنا بمعنى وفيات. تنطلبوا باش تخلق دي زونكيت ويعطيونا النتائج ديال التحقيقات في اقرب وقت. تنطلبوا باش نعرفوا المكونات ديال اللقاحات، نعرفوها كلها تشخص في المختبرات الوطنيه ديالنا ماشي في مختبرات خارجيه. تنطلبوا هاد العجله وهاد العجله هذه توقف، لانه ما دينا شايف شي حاجه ديال الخير صراحه. هكذا حنا العلميين والاطباء والصيادله ديال المغرب، وتنتسناو باش يجاوبونا، لان صيفطنا الرساله هذه اسبوع ومازال ما جانا لا جواب لا حتى شي حاجه. وداك المنظر اللي شفناه ديال داك الحاله اللي شفناها ديال اللي عاد هضر عليها السي الدراوي، ديال الناس خرجات بطريقه عفوية وسلمية، تطالب في التراجع بهذه الوثيقة هذه اللي سميتها جواز التلقيح، وثيقة جديدة. ما واش رجعنا الأعوام منين كانوا عندنا هنا فرنسي جرينا عليهم، كانوا تيطالبوا بوثائق وكذا، ما عندو لاش يطالبونا بوثائق بحال هذا الشكل هذا ديال وثيقة التلقيح. المغربي حر وباغي يبقى يتمتع بالحريه ديالو. هنا نكونوا واحد المساله مهمه، هو انه اللي ملقح تيبقى تينقل المرض، اللي ملقح تيبقى تيمرض. ما كاين حتى شي تاكيد انه اللي ملقح راه هو داك معفي من المرض ولا ما غايجيش المرض، لا بتاتا.